جيت في البتاع بالظبط كده. انت خدتها بقى في حته ثانيه، انت رحت معاها من الهوايه للاحتراف، وبسم الله ما شاء الله احنا بنتكلم على يعني اول البطوله العربيه وتاني بطوله العالم، فده انجاز مش سهل، واكيد ما جاش بالصدفه ورا منه رحله. عايزين نعرف منك اهم المحطات بقى في الرحله دي، ابتداء من نقطه البدايه. هو انا من نقطه البدايه انا بدات لعبه السنوكر بالصدفه، يعني انا ما كانش وكهوايه طبعا. ما كانتش لا ولا هوايه حتى، انا كنت انا بلعب كوره اصلا. اوكي. خلصت في النادي طلعت لعبت شويه بلياردو كده سنوكر عادي، انا مش فاهم ايه ده اصلا. المدرب شافني وانا بلعب مع صحابي قال لي انت يعني ان انا ممكن ابقى كويس في اللعبه، مره في الثانيه وبس، وبدات كده يعني. ونسيت الكوره بقى وركزت في البلياردو. نسيت الكوره. طب ده كان تقريبا عندك كام سنه لما ابتدات في او بديت؟ كان عندي 14. ودلوقتي انا عندي 25. اوكي، يعني نقدر نقول مش وقت طويل، بس قدرت توصل لبطولات عالم او ذهبيه كمان، فدي حاجه ازاي يعني؟ هل الوقت ده كافي في رياضه البلياردو؟ هو كافي، بس يعني هو انا بدات، الميزه ان انا بدات في سن صغير شويه، بس ده بالنسبه لنا في مصر يعني. طبعا هم بيبداوا بره بيبداوا 9 سنين وعشر سنين، وهم بيبقوا واخدين الموضوع احتراف. احنا ما وصلناش للحته دي في مصر لسه، يعني احنا يمكن الناس اللي بتلعب سنوكر في مصر كلها بتعمل حاجات جنبها، يا بيشتغل في بنك جنب السنوكر، يا بيشتغل في شركه، يا بيدرس. احنا ما عندناش حته ان انت تبقى لعيب محترف في السنوكر.